انا ما ضلش حجر صحي ما عملته وكمان بملتيبل بلدان. انا بالامارات انحجرت، بالاردن انحجرت اول مره بالاوتيل 17 يوم، وانحجرت هلا محجوره ببيتي عندي 14 يوم حجر. في ناس بالحجر الصحي قعدوا ما عملوا شيء، في ناس بالحجر الصحي كانوا كثير كرييتيف. وين حسيتي حالك؟ والله بكل الأمكنة، ما أنا قلت لك أنا حجري كتير يعني متواصل، فعندي هدول طبعاً الأيام اللي بتعرفي اللي بأنه بقعد على التخت أو على الكنباية إنه literally I'm just binge watching أي بلاتفورم أو شاهد أو هيك، وبعد ما بعمل إشي باكل وبتفرج على الـ على الـ على اللابتوب تبعي وهيك. وفي أيام اللي عن جد عن جد عن جد يعني أنجزت فيهم أشياء كتيرة، لأنه دائماً لما بتقعد مع حالك تواجه حالك بأشياء كيف اللي بتكون ضاببها بالدروش، يعني ما بتفتح عليها لأنه مش فاضية وعجقة وهاي تفاصيل هلأ مش مهمة وأوكي هذا بتأجل، بتقوم بترجع بتفتح أشياء، بترجع بتفتح مشاريع، بترجع بتفتح كتب، بترجع بتحكي مع أصحابك صار لك زمان ما حكيت معهم، بترجع بتفكر بالحياة وبمبادئك وبشو عم بصير معك بالدنيا. مشتاقة للجلامر أو هيدا الشيء كلنا مرتاحين منه شوي؟ والله هي أول مرة عشان عيونك بحط ميك اب من شيء. مثل أنا بحط الانستغرام هيديك النهار بس فستار وقعد على الكنباية قلت له هيدا The couch is my new red carpet. Exactly. لا والله أحكي لك صراحة، يعني كان في فترة كنت كتير مسترخية وهيك، بس هلأ صرت I make it a point إنه أحياناً ألبس الجينز على الأقل، وإنه ألبس بوتس برجلي، إني أنا كأني يعني إنسان ممكن هذا الإشي اللي لابسته مش بالضرورة فساتين وهيك، يعني بس إنه إشي اللي ممكن أطلع فيه برا على الشارع، لأنه بس إحساس إنه مش لابسة أواعي البيت. وهلا صرنا حاسين انه عم تخلص هالفتره، يعني ان شاء الله انه عم تخلص هالفتره ويمكن هلا انه نظهر منها ونبلش جديد مع نيو ريزولوشنز. يس يس، واهم شيء بس انه هلا مع تخفيف كل اجراءات الحظر بكل مكان بالعالم انه الناس يضلوا متذكرين براسهم هاي الفتره الصعبه اللي قطعنا فيها كلياتنا، ويضلوا محافظين على نظافتهم الشخصيه وعلى نظافه بيوتهم وعلى التباعد الاجتماعي وعلى انهم يديروا بالهم على الاخرين وعلى كبار السن وعلى الحيوانات وعلى اولادهم اوف كورس وانفسهم. اهم شيء انه ما ننسى الدروس المستفاده، اهم شيء انه نضلنا عم نقدر قيمه الاشياء اللي كانت تبدو لنا كثير بسيطه واحيانا حرمنا منها بهاي الفتره، ونتذكر قديش احنا محظوظين وقديش في ناس اقل حظا بكثير بكثير كثير. ميس يو لوبس، عم بتذكر انه منيح اللي عملنا هالايفنت لشاهد لكلنا، كل الجمعه لذيذه. انا والله مشتاقه لك كثير، وبعدين هيك يعني دائما لقاءاتنا دائما بيكون فيها اشي كثير حلو، بتكون بمواقف سبيشال وحلوه، وان شاء الله يا رب هيك نلاقي عن قريب والووك ذا ريد كاربت والووك فريندز ونعمل مقابلات حلوه ورانا البحر وهيك. This is what was supposed to happen in Cannes. يلا كان سنت الجاي او فينيس او اي مهرجان في جلامر فينا نتلاقى فيه. Sending you lots of love. I love you so much. شكراً كثير، وانبسطت إني شفتك لأنه بتعرفي قديش بحبك وأنت صاحبتي، يعني بعيداً عن كل المقابلات والأشياء. I love you so much. حياتي you too. Lots of love. I can't wait to see Amira. إن شاء الله. عن جد أنا super حبيبتي. Thank you so much. I'll see you very soon, darling. Ciao. Okay. Bye.